ورجعنا لكم باخر فقره في برنامجنا النهارده. معانا الشيف احمد فيصل صاحب محل الركن اسكندراني في السويس. اهلا بيك. اهلا وسهلا. عامل ايه؟ الحمد لله بخير. انا قبل ممكن اسالك سؤال بس؟ انت ما بداتيش ليه في الفقره دي الاول؟ عشان نحل بيها في الاخر. طب انا بس اخد الفرصه دي ايوه وهني الاستاذ مخرجنا العظيم وليد عماره بعيد الميلاد بتاعه. كل سنة هو طيب. إن شاء الله كل سنة هو طيب وعقبال 100 سنة يا رب. إن شاء الله. وأنا عارف إن عيد ميلاده السنة دي 28 متهيألي حاجة زي كده يعني. 17. ربنا يديله الصحة يا رب. ربنا يديله الصحة. ربنا يديله الصحة. أنا شيف. عامل إيه؟ الأكل الحلو أنت عامله لنا ده؟ ده أكل كله اسكندراني. أيوة. اسكندراني. طب واحنا بنقدم الاكل كده يعني قول لنا الاول بدايه ايه عشان الناس هيجي لها فضول فظيع بقى كده نبتدي الاساس. دي كبده اسكندراني. تمام. خل وثوم وفلفل. اوكي. دي كبده بالرده. حلوه جدا. ده برجر هاند ميد. انا ملاحظه ان هو طبقتين صح؟ طبقتين، طبقه فراخ وطبقه برجر. اوبا تمار. ده حواوشي بالعجين. اوكي. ده يعني انت بتعمل العجينه وتحط عليها اللحمه زي الشوام كده. ايوه بالظبط صح كده. ودي مكرونه، دي احنا اللي مخترعينها، دي مكرونه بتتعمل على الفحم مره. انا اسف شيلي بس الشوكه حضرتك. مش مهم. مش مشكله. على الفحم يعني المكرونه دي بتتعمل على الفحم. المكرونه دي بتاخد حوالي ساعه ونص على الشوايه. المكرونه دي احنا اللي مخترعينها، مفيش اي حد بيعملها. دي اجدد حاجه. ساده ولا بال دي رايحه؟ هي تنزل ساده، بعد كده حضرتك عايزه تحط عليها اضافه كبده ماشي، اضافه سجق ماشي، اضافه جبن موزاريلا. لو مش بتعرف فاهم بتتهوى عليها ولا ايه؟ بتتقفل، تتكمر، تتقفل زي كانت مقفوله كده. مقفوله يعني. مقفوله بتخش جوه الشوايه وريحه الفحم. ريحه الفحم طلعت. ما ريحه الفحم طلعت اهي. ايوه ده ريحه باينه. وده ايه ده بقى؟ ده سجق اسكندراني احنا اللي بنعمله. برضه اسكندراني. احنا اللي بنعمله. احنا اللي بنجيب اللحمه وكل حاجه، واحنا اللي بنفرمها ونعملها. انت اللي بتجيب. واحنا اللي بنحشيه كمان. لحمه حلوه بلدي ولا احنا كل حاجتنا بلدي الا أيوه. الكبده. تمام. الكبده دي الحاجه الوحيده البرازيلي. انا بسمع ناس يقول لك انا بروح المذبح وانزل الصبح اجيب كبده. تمام. وببيع سندوتش الكبده ب 10 جنيه ده كله كذب. أوكي. مستحيل. اولا لان سعر كيلو الكبده لو انا هجيبه بس من الجزار ب 140 جنيه. تمام. من غير بقى من غير انا لسه ولا تبلت ولا سويت ولا والفلفل. شيف خد يوميه ولا اجار ولا اي حاجه. يبقى ازاي انا هبيعه ب 10 جنيه؟ دي اول حاجه. تاني حاجه انا نفسي للبيت عشان خاطر اجيب كبده بقعد احجز من الجزار بالاسبوع والاسبوعين عشان كيلو. يديني كيلو ويحط لي معاه ربع كيلو قلب وربع كيلو كلاوي. يبقى انا ازاي انا لو محل على قدي يوم ما مش هبيع 5 كيلو كبده، مين الجزار اللي هيقدر يديني كل يوم 5 كيلو كبده؟ فدي ناس كدابه. هو احنا شغالين كبده مستورده. بس انا معلش يعني بدون تجريح في الاخرين. تمام. انا اسف يعني انا في محلات بتعمل كبده بس ما بتبيعه بكام بقى؟ ب 25 و30 و40. انا عندي كبده بلدي في المحل بتبقى موجوده دي بالطلب. طيب. كيلو بتاعها ب 240 جنيه. انا اسف يعني عندك كبده بلدي بس ب 240 جنيه ومش موجوده عندي كل يوم للناس اللي بتطلبها. أيوة. ومش موجوده عندي كل يوم. أيوة. يعني هي ممكن تبقى موجوده يومين اتنين في الاسبوع. تمام. ده كبيري لو انا قدرت ان انا ايه. وفي ناس بتقعد تحجزها بالاسبوعين عشان خاطر تروح لها. ليه بقى؟ انا اعرف محلات كتيره بتشتغل كبده بلدي. ما انا ما بجيبش، انا مطعم ما بجيبش من جزار واحد. تمام. بس حضرتك بقى هتبيع كبده بلدي زي ما حضرتك بتقول وهتبيعها ب 10 جنيه؟ لا 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 طبعا. مطعم بقى هو يبقى فيه يعني 30 40. طب انت المطعم بتاعك فين؟ المطعم بتاعنا عشان الناس تبقى عارفه المكان. المطعم بتاعنا في اخر شارع ابراهيم في السلام في مدينه السويس. أوكي. سلام 2 اخر شارع ابراهيم نافع. بعد لفظ الجلال على الشارع العمومي نفسه. فاتح بقالك قد ايه؟ احنا فاتحين بقى لنا كده 4 سنين. تمام. الحمد لله رب العالمين. اول ما فتحنا كناش بنبيع غير كبده وسجق بس. كناش عندنا اي حاجه تاني. تمام. فالحمد لله ابتدينا ان احنا نزود ونطور من نفسنا. فنزلنا بقى مكرونات وكبده وبرجر وبانيه وشيش وكده، كل الحاجات دي فريش. تمام. احنا بنجيبها فريش واحنا نتبلها واحنا بنعملها. وان شاء الله باذن الله كمان 10 ايام هننزل بيتزا وفطير شرقي وكلام من ده. طب انا ممكن ادوق؟ معلش يعني اتفضل. هو مستعجل على الدواء قوي. اه لازم. امال هدي رايي ازاي انا؟ ناوي تفتح مطعم تاني ان شاء الله؟ نفتح مطعم واثنين وثلاثه قريب يعني باذن الله. باذن الله. طيب موضوع الحلقه بتاعنا بقى المزايده والمعلشه، فاعل ولا مفعول به؟ من الاخر انت فاعل ولا مفعول به في المعلشه والمزايده؟ يعني معلش لما حد يحكي لك حاجه بتزايد عليه وتقول له لا ده انا تعبان اكتر منك، ولا بتقول له معلش، ولا ما بتعملش كده اصلا بدور على حل؟ اكتر كلمتين لدرجه ان انا مليت منهم كراتين وشلتهم كلمه معلش ولا مؤاخذه.
اكتر كلمتين انا بتعرض لهم. مفعول به، لقيت حد مفعول به. معلش الحمد لله. انا عندي منها كل مفعول به من الاخر. لا كله فاعل، كله مفعول به. في ناس كتيره فاعل. أوه. تمام، طلعت مفعول به. مفعول به. ما احنا محتاجين ندوق عشان نقول لك راينا بس. يعني كان نفسي من زمان اطلع زي صاحبه السعيده وادوق واقول الله. ربنا ناولاني. ده لينا الشرف ان احنا نكون زيها يعني. انا هدوق حته صغيره بس عشان ايه مش عارفه. لا حلوه قوي، انا بحب الكبده اصلا فحلوه جدا. تسلم ايدك. ده جميله بجد يعني؟ اه والله. ما باكلش انا الحاجات دي. لا بجد تسلم ايدك. وده ايه ده بقى؟ دي احنا ما بنحطش مخلل وكلام من ده، احنا بنعمل طماطم مخلله بالخل والثوم ننزلها مع زي ست كده. ايوه ماما. لا بس دي فكره الناس تخلل طماطم دي. احنا بنخلل طماطم، احنا بنطلع طماطم مخلله، ما بنطلعش مخلل. ما بنطلعش مخلل، كل احنا بنطلع طماطم مخلله. في موسم الزيتون بنخلل الزيتون مع الطماطم المخلله. اي حاجه بنتعمد على قد ما نقدر ان احنا نبقى عاملينها. انت طبعا انت بتعمل حاجه بايدك. طب مين اللي علمك الشغلانه؟ انت بتعمل في البيت من وانت صغير يعني، ولا مامتك، ولا سر المهنه منين من الاخر؟ هو سر المهنه الشارع. تمام. احنا انا اصلا لما جيت فتحت المحل ده كان شفنا السويس ناقصها ايه، فكان ناقصها حد بيبيع كبده وسجق كويس بالظبط، يبقى زي بتاع اسكندريه كده وكده. فروحت انا روحت فعلا الكبده انا مش طايله. الكبده دي بتقعد في التتبيله اكتر من 24 ساعه. خد يا عم الكبده الرده دي بتقعد في التتبيله اكتر من 24 ساعه. لا ريحتها حلوه قوي. لا بجد ريحتها كويسه ما شاء الله عليك. على العموم والله احنا نتمنى لك الخير كله. في الفصل نتهنى بيه. تبقى محل محل ومحلين وثلاثه خمس فروع كده يا رب. طالما الحاجه بتاعتك نظيفه بجد يعني هنبقى كده بيك. انا شايف حتى الديكوريشن بتاعها. طب معلش يا جماعه اقاطعكم عشان في مداخله. اتفضل. معانا سمر من السويس. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا سمر. سامعانا ولا؟ الو. طب كمل كلام لغايه لما سمر ترجع. لا الرجلاشه زي ما بيقولوا كويسه جدا يعني. وبعدين انا شايف الكبده الفلفل الوان فيها كمان مديها طعم كويس. الريحه هلا حلوه. مديها طعم كويس. طب ممكن ادوق؟ لا دوقي. ادوق السجق. دوقي دوقي اللي معاك. لا بالامانه يعني كويس ولا؟ السجق ده احنا اللي بنعمله. يبقى احنا مش كويس بس يعني مش كويس طعم بس يعني. لا كويس جوده. انت بتشتريه جاهز ولا انت اللي بتعمله؟ احنا اللي بنعمله، احنا بنجيب اللحمه ودي حاجه حلوه عشان نبقى ضامنينه. السجق ده بقى بلدي. لحمه طبيعي بقى. بلدي عشان ده السجق ده بيتباع السندوتش ب 15 جنيه عشان كده احنا قادرين ان احنا نعمله بلدي. بص يعني ما السعر مش مشكله طالما في الرينج المسموح. هو احنا لما فتحنا كنا عايزين ناكل حاجه نظيفه، حاجه برضه فعلا لازم في متناول ايه الناس يعني. بحاجه تبقى نظيفه. طب قولي طموحك قدام تعمل ايه؟ يعني ناوي تفتح مطعم تاني؟ ناوي تكمل في اللي انت فيه بس تكبره شويه؟ ان شاء الله باذن الله. باذن الله بس هننزل الاول الشرقي والايطالي وكده، وباذن الله على دخله الصيف الجايه هنفتح فرع تاني باذن الله. طب دي حاجه حلوه. ربنا يوفقك باذن الله. كذا فرع مش فرع واحد باذن الله. واحده واحده ان شاء الله. ان شاء الله ما حدش بيكبر لوحده، احنا بنكبر بالناس. سمر مش معانا؟ لا سمر لسه ما جاتش على. تمام. احنا ممكن ناكل لغايه ما تيجي سمر يعني. عادي جدا. انا ما عنديش مشاكل صراحه من الاخراج والاعداد يجينا برضو عادي جدا يعني. ما احنا كلنا هناكل. انا باكل يعني. كمل انت اسئله علينا مثلا. كمل انت اسئله. انا هاكل تاني. قولي طيب يا شيف احمد. انا الاكل نساني الكلام بصراحه. حلو قوي. الله يخليك. ده شهاده بقى كده. الله يخليك. والله شهاده صح. اول ما ابتديت الشغلانه كانت عادي كده ولا شفت منافسه بقى من بقيه المحلات؟ اصلا كان محلات كتيره في السويس انا اعرفهم شخصيا بتقدم كبده، فازاي قدرت تبرز من الموضوع يعني او لا تطلع؟ لا احنا اول ما ابتدينا كنا احنا اول محل بنقدم كبده على عربيه كبده. يعني انت الاول بديت عربيه مش مطعم؟ بديت على باترينا كده بتاعت كبده. اول ما بدينا على باترينا بتاعت كبده. الثقافه بتاعت وزبوق. عربيه الكبده والسجق مش موجوده في السويس اصلا. ايوه. وكمان انا سافرت اسكندريه شهرين اشتغلت في محل كبده هناك عشان خاطر اجيب نفس التتبيله وكل حاجه من الحاجات دي بتيجي من اسكندريه يعني. احنا التوابل بتاعتنا بنجيبها من اسكندريه، الكبده نفسها بتجي لنا من اسكندريه. احنا على قد ما احنا نقلنا الاكل بتاع اسكندريه عندنا في السويس. طب سوري معلش يعني
التوابل بتاع اسكندريه مش موجوده في اي حته تانية؟ لا هتبقى موجوده في اي حته ولا تانية. الخلطه، الخلطه اللي هو التست بتاع الكبده. أيوة. دي هو ده اللي احنا عايزينه. انا قلت الحكايه التوابل في كل حته موجوده، بس مش هتبقى بنفس احنا عايزين نفس دي بالظبط، فبنجيبها المقادير والسنس نفس كل حاجه. هي سنس، هي توابل كبده اسكندراني. تمام. يا بهارات كبده اسكندراني موجوده في اسكندريه. جميل ما شاء الله. تسلم ايدك جدا يا شيف، والله الاكل فظيع، وهنظبطه بعد ما نطلع من الفاصل. لا ده بيطلع. وبالتوفيق باذن الله في مطعمك الجديد اللي هتفتحه، وباذن الله تنورنا تاني باكلات جديده تعملها باذن الله. ان شاء الله. وبكده نكون خلصنا الفقره الاخيره من برنامجنا النهارده. انا وضحى، استنونا كل يوم اثنين الساعه 3 العصر مباشره على قناه الصحه والجمال. مع السلامه.